صباح الخير يا مستمعين في تحليل فني الصباح شركة وينز بروكر. هذا مارك وكريم مجدي اليوم 6 أغسطس 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تقدر تبيع الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن طبعا ضعيفة مش بالشكل المنتظر ليها، على الرغم من ظهور بيانات غاية في الأهمية زي قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي، وطبعا بيانات التضخم الصادر عن بنك إنجلترا أيضا المركزي. ولكن في النهاية قرارات البنك إنجلترا هي اللي حافظت على أسعاره وأدت للارتفاع لحد ما، ولكن أكيد لحد من المكاسب جهود الحكومة البريطانية والبنك المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. دي كانت أهم الأخبار. خلونا نفتكر مع بعض البيانات اللي ظهرت بشكل مفصل زي ما ذكرنا حضرتك. تم تثبيت طبعا الفائدة الأمريكية، كان عندنا مؤشر مدير المشتريات الإنشائي لشهر يوليو البريطاني جاب نتيجة أسوأ متوقع 58.7. النهارده في انتظار بيانات غايه في الاهميه، تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الامريكي لشهر يوليو متوقع عليه 870 الف، ومعدل البطاله الامريكي متوقع عليه 5.7%. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. النهارده زي ما حضرتك شايفين الاداء العرضي للجنيه البريطاني والحد ما طبعا، ولكن امبارح كان مائل للاداء الايجابي وعاد من ادنى اسعاره عند 38.70، وعاد مره اخرى علشان يحاول يختبر ان وسط المحوريه 39.45. اداء ايجابي على الام اي، على الفلات تريند، على الاستوكاستيك، وجوده على متوسطات سعريه، كل ده مدعم. لكن زي ما ذكرنا لحضراتكم خلال امس ان احنا هننتظر التاكيد بعد كسر 39.85 علشان يروح لل 40.20 وراها ال 50، مرة تانية كسر 39.85 وراها ال 20 وراها ال 50. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر 39 فلات علشان يروح ل 38.70 وراها ال 40. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.